فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم، صدق الغفور الرحيم. يا غافر الذنب يا رباه يا أملي، أنت الكريم نرجي منك إحسانا، فباب عفوك مفتوح لقاصده، وبحر جودك لا ينفك ملآنا. رب الحجيج أتى من كل ناحية، لبى النداء الذي نتلوه قرآنا. من كل فج عميق قال قائلهم لبيك رب الورى حقا وبرهانا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان المبارك من جمعية تيسير الحج بشركة المقاولون العرب، ونحن نودع حجاج بيت الله الحرام بهذه الشركة المباركة، الشركة المصرية الأصيلة، تحت رعاية السيد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علان مفتي الديار المصرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء للأزهر الشريف وشيخ المحدثين في العالم كله. كما يحضر معنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك القارئ في الإذاعة والتلفزيون، والزميل عادل عبد القادر مدير عام التنفيذ بإذاعة القرآن الكريم نائبا عن رئيس شبكة القرآن الكريم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. فتعالوا بنا إخوة الإيمان مع حياة القلوب نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا الحج أشهر معلوم.
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنيئا لكم ضيوف الرحمن بزيارة أكرم الأكرمين، فأنتم وفد الله بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابكم وإن استغفروه غفر لكم. الكلمة الآن لسيد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد الله تعالى من خلال الله
بفضل من الله تضيع عليكم ومغادرة بلدكم الحبيب وتوجيه بمشيئة الله المسلمين إلى الحق المصاهرة المقدسة لأبائنا الأسلحين الذين قول الله تعالى